في نهاية فقرتنا حابب بس كدورنا التواصل مع السوشيال ميديا الزميل محمد علي وهو زميل على السوشيال ميديا لينا بنعزيه في وفاة والده، ربنا يتولاه برحمته. وحاجة تانية، إسلام مهدي كان عامل مسابقة فيما يخص إسلام مهدي بيقدم محتوى هادف بنشوفه على السوشيال ميديا، ولكن بعض المحتوى بيتم نقده. هو عمل فكرة جميلة رائعة جدا يا أحمد، حابب أديله الكريدت بتاعها فيما يخص كوادر أهلوية، وجاب عدد حوالي 10 كوادر ويبدأوا يتنافسوا ويطرحوا أفكار، والمسابقة دي فاز فيها محمد إسماعيل ومحمد علام. عجبتني فكرة التجديد اللي بيعمله جمهور النادي الأهلي، وهنحاول يبقى لهم تواصل معنا بعد كده إن شاء بإذن الله. بإذن الله إن شاء الله. وعايزين بقى نختم بفكرة ميتشو، حابين نعرض فيديو كده كنا تناولناه هنا ونرجع نعقب عليه. نطلع للفيديو. صفحات خرجت الفترة الأخيرة تناولها أكتر من موقع، منهم يلا كورة، لميتشو اللي بيقول إن النادي الأهلي فوضه بعرض مالي أكبر ولكن مشاعره لم تسمح لي بالتخلي عن نادي الزمالك. عجبتني الاسترس على مشاعره. عجبني موضوع مشاعره، وعجبني كمان ميتشو ذكي والذكاء مطلوب، ولكن تستطيع أن تخدع بعض الناس لبعض الوقت ولكن لا تستطيع أن تخدع كل الناس لكل الوقت. بس تصدق يا فارس، أنا بحب التصريحات دي. بالظبط، وإحنا قلنا البعض بيشوفها ذكاء، لا أنا بشوف إن التصريحات دي خصوصا لو لها خلفية تانية. بمعنى ميتشو قبل ما يجي الزمالك، احنا هنا بنتناول المدرب، مش بنتناول الانديه، هو تناول تصريح المدرب لما اتكلم عن النادي الاهلي، فبالتالي احنا بنرد من منطلق احنا المفروض نرد عن النادي الاهلي. بالظبط، هو قال قبل ما يجي لصحيفه تايمز الجنوب افريقيه، قال ان هو على الزمالك عشان يقدر يضمه ان هو يدفع الكثير من الاموال، وان هو لحد دلوقتي مفيش المفاوضات لها اي اساس من الصحه. ميتشو كان بيضغط هنا في رايي بالتصريح ده ان هو يوصل لاعلى راتب ممكن داخل الزمالك، وما اعتقدش الشخص اللي بيكون في حواراته الصحفيه بيلعب على فكره ان انا عايز راتب كبير من النادي عشان اوافق هو اللي هيرفض عرض من النادي الاهلي وهو الراتب بتاعه اكبر، والنادي الاهلي اصلا ما حاولش يتفاوض مع ميتشو وما حاولش. وامتى النادي الاهلي ومدرب على قوه نادي تاني حاول يضمه؟ انا نفسي اعرف اي صفقه. حتى مع فكره بقى المشاعر، انا هنا بقيم، انا حطيت معيار الماده والفلوس والراتب. بالظبط، هو اللي ارتضى لنفسه المعيار ده احمد، زي ما احنا قلنا. احنا على العموم حبينا نوضح الصوره، واعتقد احنا جايبين تصريحات، هو طبعا موقع يلا كوره ترجم التصريحات دي، فاعتقد الامور بقت واضحه للجميع. 107 يوم لميتشو، 13 مباراه فقط، كانت المده اللي احنا محتاجينها بس عشان نتاكد ان ميتشو ما يقدرش يخدع كل الناس لكل الوقت. هو ده اللي قلناه عن ميتشو، وهو ده اللي اتكلمنا فيه. عمرنا ما نتناول فكره رحيل مدرب للمنافس من عدمها، ولكن المدرب ده هو اللي مس النادي الاهلي بفكره ان النادي الاهلي عرض عليه مبلغ اكبر وهو رفضه، نفس المدرب اللي قلنا ان هو بيستهوى اللعب على جمهور نادي الزمالك بشعارات رنانه، وده اللي حصل فعلا كعاده كتير قوي من الناس اللي بتحب تبقى ابطال من ورق عند جمهور نادي الزمالك. وبنشوف كابتن احمد عيد عبد الملك اللي كان بيتكلم عن اللعب في النادي الاهلي قد ايه شرف، كابتن احمد عيد عبد الملك المنتمي اللي كان بيتكلم انك ما ينفعش ابدا تخسر جمهور النادي الاهلي، هو كابتن احمد عيد عبد الملك اللي بيعمل نفس اللي بيعمله ميتشو بالظبط، تصريحات يقدر يخدع بيها بعض الجمهور لبعض الوقت. مش بس كابتن احمد عيد عبد الملك، احنا عندنا الامثله كتير، هم الناس بتلاقي رواج جدا، مش عايز اذكر امثله، ولكن شفتنا واحنا بالصيفي، احنا من واحنا في الصيف بنقول ان الموضوع كلها شعارات رنانه، لكن ربنا يوفق كل الانديه، واعتقد هم جابوا مدير فني افضل من ميتشو 900 مره.